مرحبا، اليوم حابة أعمل لإلكم طريقة عمل الصلصال. أول حاجة بجيب كاسة مية وعليها كاسة طحين معلقة كبيرة حمض الليمون معلقتين كبار ملح معلقتين زيت نباتي بحركهم لحد ما أحس إنهم تماسكوا بدل أحرك بعلي الغاز عليهم شوي بتركهم يتماسكوا شوية بعدين بحرك شوية بدي يتماسكوا بحرك بسرعة بحرك أسرع لحتى ما يتكتلوا بدأت تجمد معي بعمل بالمعلقة رح يطلع من الجوانب وهيك بتكون جمدت معي خلص بطفي الغاز وهلا بديرها على اي قطعة بلاستيك عندي وبتركها تبرد 5 دقايق بعدين ببدأ اعجن فيها حتى ما تلزق معي بدهنها شوية تصير صغيرة مش كتير شوفوا ما أحلاها لينة ما بتلزق طبعا سخنة ريحتها مش كتير واو طبعا بحط عليها شوية عطر اي عطر انت بتحبيه انا هنا راح احط عليها عطر اطفال
ممكن نحط عليها منكهات طعام، ممكن نحط عليها فانيلا، شو انت بتحبي ممكن تحط عليها. وهلأ ببدأ أقطعها قطع صغيرة لأجهزها للتلوين، قطعة طريقة التلوين. أنا عندي علبة أي شادو قديمة مثل ما أنتوا شايفين، مكسرة وقديمة. هلأ بجيب الطينة، قطعة الطينة اللي أنت بدك تلونيها، وأي لون أنت حابة تلوني فيه تختاري. أنا هنا حختار اللون التوتي. قطعة صغيرة بعمل من العجينة وبضغط، شايفين كيف؟ مش محتاجة اني انا اكسر اللون، شوي شوي بضغط ورحنا على اللون الاورانج هنا. هلا بحطها وببدأ البك واعجن فيها، بامزجها كلها. صار عندي لون موف مش توتي. شوف ما احلاها. طلع زهر بارد على موف وردي، ما بعرف شو اللون. وهلا نيجي للقطعة الثانية، حابة ألونها باللون الأزرق. هنا بضغط، بضغط على الأزرق الفاتح والأزرق الغامق. وبعمل باقي العجينة نفس الشغلة. وهيك بكون اليوم خلصنا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، ولا تنسوا السبسكرايب واعملوا شير للأصدقاء لحتى أعمل لكم فيديوهات تانية إن شاء الله.